السلام عليكم سيداتي، مرحبا بكم معايا في واحد الموديل جديد ونهار جديد ودرس جديد. جبت لكم اليوم هاد الكسيوه غزاله انيقه كتحمق، جبتها لكم غادي نعلمكم او تبعوا معايا المراحل كيفاش غادي نفصلها ومنطيها. ما تمشيو فين، خليكم معايا. السلام عليكم سيداتي، رجعت بكم اليوم لواحد الدرس اللي هو جديد وبسيط وانيق، اللي هو عباره على كسوه المحجبات. لمالا يخدموا معايا المبتدئات، يفصلوها معايا ويخيطوها معايا حتى ان شاء الله يستافدوا في الاخير ويكونوا من الناس اللي يستافدوا معايا في القناه ديالي. ما تمشيو فين، خليكم معايا. كناخذ سيداتي التوب ديالي اللي خديت فيه 2.25 متر في الطول وعندي 1.5 متر في العرض. كناخذو كنطوي على 2 وكنعاود نطوي على 4 بهذا الشكل، باش كنخرج اول حاجه كنعبر الصايه ديالي والطول ديال الصايه اللي عندي فيها 1.6 متر بهذا الشكل. كنقطع الطول ديال الصايه ديالي، كنطويه هكا سيداتي على 2 مع نطوي على 4 وكنقطع فيه الامام والخلف هكا. كنجي لهاد الجهه هادي كيف عودتكم، كناخذ 8 سنتيم، كناخذ الكتف 21 سنتيم، كنهبط ب 4 سنتيم وكنلاقي النقطه ديال الكتف مع النقطه ديال العنق بهذا الشكل، وكنهبط ب 2 سنتيم من هنا باش كندير التقويره ديال الخلف بهذا الشكل. من بعد سيداتي كنهبط واحد الهبطه ديال التركيز اللي فيها 19 سنتيم، كندير واحد النقطه وكنتقابل معها وكندير العبار ديال الصدر اللي هو 31 سنتيم. بعد ما درت هذه النقطه او هذا الخط ديال التركيز بهذا الشكل، هو كندور المسطره لهاد الصوب يعني الصدر بهذا الشكل، كيعطيني هاد لونغل دغوا اللي هو عليه كناخد تقريبا 3 3 أو 4 4 وكندور واحد الدويوره هكا بهذا الشكل، وكيعطيني الدوره ديال التركيز بكل سهوله كيف كتشوفي سيداتي. من بعد كناخد الطول ديال هاد الكورساج او هاد الجهه العلويه من الكسوه، غندير فيها 41 سنتيم. كندير الخط ديالي على هذيك 41 سنتيم، وكنعبر لاطاي ديالي اللي عندي فيها 30 سنتيم هكذا، وكنجي لهذا الخط ديال الابد تحت الابد الخط ديال لاطاي وكنلاقيهم بهذا الشكل. من بعد سيداتي كنطلع من لاطاي اللي هنا ب 4 سنتيم وكنهبط هكذا حتى الوسط ديال الكورساج ديالي بهذا الشكل. ودابا حصلت على الكورساج هكا هكا هكا، دابا بعد ما حصلت على الكورساج ديالي بهذا الشكل كناخذ واحد الجهه ونخلي غير وحده غنجي لهنا وغادي نهبط 12 سنتيم وغندير كول في بهذا الشكل. غادي نقطعو الامام كندخل واحد الحرده ديال 0.5 سنتيم بهذا الشكل باش تجيني مضبوطة من الأمام هكا هكا بهذا الشكل. وكنجي للأمام الكتف كنقص منه واحد 0.5 بهذا الشكل. وبعد ما خدمت الكورساج ديالي أو الأمام غادي ناخد العبار ديال التركيز اللي هو 27 سنتيم. هنا الثوب اللي بقى ليا وغادي نطويه على 2 ومن بعد نطويه على 4
باش نخرج منه الكميم ديالي بهذا الشكل. غادي ناخذ الطول ديالكم، غادي ندير فيه 64 سنتيم من اسفلكم، غنخلي فيه 18 سنتيم في اسفلكم، وغنجي لهاد الجهه هذه العلويه غادي نعبر 12 سنتيم، غادي نتقابل معها وغندير ديك 27 سنتيم اللي لقيت في الدوره ديال التركيز ديالي. من بعد سيداتي كنطراسي هاد النقطه هكا تضغوا كتلاقى مع هاد الراس ديال الكم مع تحت الابد. كناخذوا هاد العبار هذا اللي لقيناه في 27 كنقسموه على جوج كيعطينا 13.5. كنجي سيداتي لهاد الخط من هنا للفوق كنطلع بجوج سنتيم تقريبا من الوسط ديال هذيك 13.5، ومن الوسط ديال 13.5 الاخرى كنهبط بجوج سنتيم. من بعد سيداتي كنقور كنطلع حتى لهذيك جوج الاولى، ونعاود نهبط من النقطه ديال 13.5 ونهبط في الجوج الثانيه ونرجع لهاد النقطه اللي درت ديال يعني ديال اعلى الكم او تحت الابد. من بعد كنقطع كتعطيني على هذا الشكل هكا هكا، كيعطيني دوره الكم بهذا الشكل سيداتي. ومن بعد كناخذ كنواصل هذه النقطه ديال اعلى الكم مع النقطه ديال اسفل الكم بهذا الشكل هكا هكذا سيداتي. وكنجي لهذه الجهه هذه كيف عودتكم كندخل بواحد الحرده ديال سنتيم ونص وانا هابطه حتى الاسفل مع الحفاظ على هذا العبار اللي غيكون في اسفلكم مع العبار او النقطه اللي كتكون في اعلى الكم. ودابا كنقطع معكم هذا الكم هذا كناخذ العبار ديالهم اللي ما كيتعداش 7 سنتيم 7 7 7 7 و 7 وكنقطع وكناخذ واحد العبار اخر اللي غنديرهم فوق الكتيف، غادي ناخذ فيهم 10 سنتيم في العلو، والطول غادي ناخذ 28 سنتيم، وكنبقى نهبط انكليني كندور كندور حتى لهاد الخيط هذا. كنعطيهم هاد الفورمه هادي هادي هكا وكنفتحهم. باش ملي كنديرهم فوق الكم كيعطيوني هاد الفورمه هادي بهاد الشكل، كيجوني فوق الكتيف. الحزام سيداتي خديت العبار ديال 5 سنتيم في العرض ديالو مطويه على جوج، والطول تقريبا متر ونص في الحزام كامل. ودابا غادي ندوز نشوف معكم المونتاج ان شاء الله بحول من بعد كنزيد في الغرزة حتى الرقم 5 بقى كنخيط هكا باش كيجوني هاد لي فرونس هكا مجموعين شوية هكا. من بعد كنحل الخيط هكا خيط واحد وكيعطيني هاد لي فرونس هادو. هادو سيداتي من اسرار الخياطه اللي سهل باش تخدميهم
وباش تحصلي على هاد النتيجة هكا حتى الاخر كنبقى كنجر في الخيط كنسلو هكا واحد هكا حتى كيعطيني هاد النتيجة حتى الاخير. غادي ناخذ معكم الامام وغادي نحاول نطراسيه. كناخذ الكتف ديالي ديال الامام كنعبر الكتف في 14 سنتيم، النصف ديالو 7 سنتيم، كنعبر من هذيك 7 سنتيم للاسفل يعني الصدر باتجاه الصدر 22 سنتيم، كنقاد هكا كندير واحد الخط هكا حتى لهذيك 22 سنتيم ديال الصدر، وكندير واحد لونغل دغوا خط مقاد هكا حتى الوسط، من بعد كنطوي على جوج وكنضغط على داك الطباشير هكا اللي خدمت به او داك لاكر اللي سطرت به كيعطيني الجهه اللي مقابله باش كتجيني ايدونتيك مع هاد الجهه. يكفي انني نعاود نطراسيها باش تبان مزيان، غير باش تبان لكم انا باينه ليا هي هادي عطاتنا هاد المربع هذا هكا هكا في الصدر باش نخدمو فيه هادوك لي فخوفو. انا سيداتي ما بغيتش نديرو دغوا، بغيت ندير فيه واحد الدوره هكا يجيني. يكفي انني نطلع 3 سنتيم على 3 سنتيم وندير واحد التقويره ديالي، كذلك من هنا كندير 3 على 3 وكندير التقويره ديالي هكا سيداتي. ودابا غادي نتبع هاد الخط اللي خدمت هو اللي غندير فيه الفخوف. ها هو الفرفار ديالي، الوجه ديالو على الوجه ديال الثوب، غنبداه من هنا ونقاد هكا الفرونس ديالي ونبقى غاديه فوق هذاك الخط اللي تراسيت وندور به حتى هو هكا، ندور بهذاك الخط انتي كتشوفي. وكتدوري الجهة الاخرى بحال هكا حتى الاخير. ندير معاكم هكا واحد اوبور باش كنطيح هاد الفريفرات ديالي ديال الامام بحال هكا، كنشدش بزاف غير شويه، كنمشي اوبور هكا حتى الاخير، كنحاول ما نشدش بزاف غير شويه غير باش نثبت هذوك لي فخوفخو ديالي هكا. هذا هو الصدر ديال الكسوه ديالي كيف كتشوفي سيداتي. غادي نجي للامام نقلبو هكا على الجهه المعاكسه
وغادي ناخذ واحد الطرف ديال الثوب اللي قطعته اون بي وغادي ندير له واحد لاباند في الكول باش نفينيه. كنمشي عادي تو دغوا وكنقلب هكا وكنطوي البي ديالي الطويه الاولى هكا والثانيه وكنبقى غاديه اوبور هكا حتى الاخير ديال الكول. لا موتي ديال الكول ديالي وكنجي للوسط وكنخلي واحد سنتيم وكنخدم هكا واحد القنيته باش كنخرج هذاك لو في ديالي او ديال الكول هكا بهذا الشكل باش يعطيني هاد لو في مضبوط. هو كنديرو من الخلف كنكراني شويه باش كيجيني داير وكنطوي الطويه الاولى والثانيه هكا هكا صوب الجهة الأخرى كناخد الكمام ديالي كندير ليهم الأغلي هكا كنذكر سيداتي ان هاد الكميمات غادي يكون فيهم لاستيك ناخذ لكم الاخر حتى هو كنخدمو بنفس الطريقه كناخد واحد العبار ديال 5 سنتيم وكندير واحد الكرانه هنا اللي عليها كنشد لاستيك وكناخد لاستيك ديالي رقيق وكنعبر فيه 24 سنتيم وكنبدا كنخدم هكا الكم ديالي بهذا الشكل كنتيريه ماشي بزاف حتى كيعطيني هاد الشكل الكم ديالي هاك بنفس الطريقه كنخدم الكم الاخر حتى هو كنعبر فيه 5 سنتيم كندير الكرانات ديالي وكنخدم لاستيك بنفس الطريقة حاولي سيدتي ما تيريش بزاف
ومن بعد كناخذ واحد المرصوات ديال الثوب اللي صيبتهم معاكم، وبغيت نديرهم دي فخوفخو فوق الكتف. كنجي لهاد الجهه اللي دايره وكنديرها واحد لوغلي رقيق، كنغطي به داك السورجي اللي باين هكا، كنزيد في الغرزة ديال لاماشين كنخليها خمسة رقم خمسة، وكندير فيها لي فرونس حتى هي بنفس الطريقة حتى الأخير، وكنحل الخيط كيف عودتكم هكا هكا غير جهة وحدة من الخيط حتى كتعطيني هكا هاد لي فرونس. كنطراسي لهم الوسط باش يجوني مضبوطين هكا، كنبدا بالجهه الوسطى يعني كنبدا من الكرانه هكا، وكنثبتهم فوق الكتف، وكنقاد لي فرونس ديالهم مزيان هكا. كنخدم الجهة الأخرى حتى هي، هكا هذا هو الفرفار اللي درت سيداتي غيجي فوق الكم. دابا كناخذ الكم ديالي وكنطويه على جوج، وكناخذ الوسط او الميليو ديال الكم ديالي وكنمونطيه فوق الصدر هكا، وكنحرص ان هاد الكرانه تجيني في الوسط يعني فوق الكتف. من بعد كنمونطي الكم ديالي بهذا الشكل، بهذا الشكل كسويت حتى الاخر، وهذا هو الشكل اللي كنحصل عليه في الكم ديالي، كيجي هكا كيجي على هذا الشكل فوق الكتف، واحد الفرفار كتجي فوق الكتف، وهذا كيجي لاستيك في الكم. بنفس الطريقه كندوز نخدم معكم الجهه الاخرى، من بعد كنركب الكم ديالي هكا
كنمونطي الكسوه ديالي بهذا الشكل هكا. من بعد كناخذ هاد الصايه ديالي وكنسدها هكا من الجنب. وكنجي للاسفل كندير لونغلي كناخذ واحد سنتيمون في لونغلي ومن بعد كنزيد في لي بوين ديالي ديال لا ماشين في الرقم 5 وكناخذ كراني الارباع ديال الكسوه هكا الكراني الارباع وكنجي الوسط ديال الصايه ديالي كنخلي 20 سنتيم من هنا و 20 سنتيم من هنا كندير واحد جوج كرانات 20 20 وكنبدا من تما كندير لي فرونس كنتيري الخيط وكنجمع هكا لي فرونس ديالي كيجوني بهذا الشكل. بنفس الطريقة كنخدم الجهة الأخرى حتى هي 20 سنتيم أو 20 سنتيم هي 40 في الوسط هكا كنجر تاني الخيط هكا كيجيو تما في الوسط ديال الصاية ديالنا وكناخد سنتيم ديالي كناخد هكا الكسوة ديالي كنجي للربع كناخذ لي الوسط ديالو باش كندير واحد البانسات هنا كنكرانيهم كل ربع كندير فيه بانسة اللي ما كتعداش 10 ديال السنتيم هكا الجهة الاخرى حتى هي كندخل بسنتيم وكندير لا بانس فيها 10 سنتيم بجي الكسوة ديالي مجموعة حتى هاد الجهة حتى هي هكا الصاية ديالي كنمونطي فيها الكورساج هكا كنجي الجهة ديال الجناب والجنب ديال الصاية كنحط الخياطة فوق الخياطة وكناخد سنتيم وكنبقى غادية حتى الاخر كنقدد لي فرونس شويه هكا الطريقة هكا ما
ودابا بعد ما ساليت الكسوه ديالي غادي نفنيها ونربصيها وندوز نشوف معكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي سيداتي الكسوه ديالي اللي خدمت معكم، فصلتها ومونطيتها. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسيش تخلي لي اشتراك وشي كومونتير زوين، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.